لكن قبل ما ادخل في مباراه الاهلي والترجي، عايز اقول لك احصائيه بسيطه بس، لان ضربات الجزاء اللي احنا شفناها النهارده كتير قوي، واللي شفناها مع الفار على مدار الاسابيع كتير قوي يعني، وبالذات لما الفار جه شفنا ضربات جزاء كتير، وده يعني المفروض المديرين الفنيين يكونوا مهتمين جدا بموضوع ضربات الجزاء. طيب اكتر فرقه حصلت على ضربات جزاء السنه دي الى الان المصري برصيد 14 ضربه جزاء، 14 ضربه جزاء للنادي المصري سجلوا منها 10. نادي الزمالك تم احتساب ليه 13 ضربه جزاء واحرز 10. سيراميكا 11 احرز 9. وادي دجله 9 احرز 8. الجونه 9 احرز 8. المقصه 8 احرز 6. الجيش 8 احرز 6. سموحه 8. سموحة جاله 8 احرز 8 تمام. واحنا 3 100% واحنا 3. طب ثواني بس، واحنا 3 انت مين؟ 3 بقالك 7 ماتشات. مش احنا بنكسب بالحكام. طيب. وبنكسب مش عارف. طيب. بايه. طيب. والكلام ده. سموحة 8 3. المحله 7-5. ام بي 7-7. بيراميدز جاله 6 احرز 3. الاسماعيلي 6 احرز 5. المقاولين 5 احرز 4. الانتاج 5 احرز 5. البنك الاهلي 5 احرز 5. الاتحاد 3 احرز 1. اسوان 3 احرز 2. الاهلي 3 احرز 3. يعني اقل نسبه في الدوري احتسابا لضربات الجزاء ليها السنه دي هو النادي الاهلي. مظبوط. بس ليه 7 ماتشات. تمام. طب. يعني ما اقدرش اسيبها كده، لان 7 ماتشات حتى لو خدنا كل ماتش ضربه جزاء يبقى 10، يبقى احنا اقل من الانديه الثانيه. تمام. احنا بنكسب بعرقنا يا باشا. طيب انا عندي برضو احصائيه تانية، ضربات الجزاء المحتسبه ايام الفار وبعد الفار. السنه اللي فاتت زي ما انتم عارفين كان نص بفار تمام ونص ونص تاني تمام بفار. ماشي. طيب لو عندنا طيب العشرة انديه، طيب ندخل في مباراه الاهلي والترجي. كابتن مصطفى، كابتن ياسر، كابتن ياسر، مباراه يعني شايف عليها بعض التعتيم الاعلامي، مش عارف ليه. مباراة صعبة جدا، مباراة قوية جدا، هل ده بسبب فوز النادي الأهلي في مباراة الذهاب 1-0؟ بص يا مهيب، هي مباراة الأهلي والترجي يعني أنا بعتبرها هي على شوطين، الشوط الأولاني انتهى هناك 1-0، وده أعتقد نتيجة بالنسبة لنا بتبقى نتيجة إيجابية ونتيجة كويسة جدا للنادي الأهلي وجمهوره. فالنتيجة الشوط الأولاني أعتقد الترجي مش هيجي بنفس الشكل اللي احنا اللي هو قابل النادي الأهلي بيه هناك. ليه؟ الامور اعتقد هتبقى مختلفه معاه تماما. ليه تماما؟ ان الترجي ما عندوش غير حل واحد، هو الفوز على النادي الاهلي وبنتيجه تعديه اللي هي 1-0. النادي الاهلي عنده حاجتين اللي هي التعادل والمكسب. طيب اتفضل. معلش انا بقطعك، انا اسف. فضل. لكن بس عشان اقفل موضوع الفار وضربات الجزاء. تمام. ضربات الجزاء قبل الفار، الاهلي احتسب له 10 ضربات جزاء. تمام. بعد الفار 7. الزمالك قبل الفار 9 ضربات جزاء، بعد الفار 5. ده الكلام ده امتى؟ السنه اللي فاتت. بيراميدز 4 قبل الفار، 8 بعد الفار. المقاولين دي احصائيات يا جماعه ملهاش علاقه، انا بتكلم على ايه ولا لا لا لا. يعني ما تدخلونيش في حته تانية. مزبوط. انا بتكلم على احصائيات، حاجه رقميه بقولها. بالزبط. قبل الفار وبعد الفار. أول مرة تطبق الفار 5 مارس 2020. تمام. ده كله قبل الفار. الأهلي 10، الزمالك 9، البيراميدز 4، الأهلي 10 قبل الفار، 7 بعد الفار. الزمالك 9 قبل الفار، 5 بعد الفار. البيراميدز 4 قبل الفار، 8 بعد الفار. المقاولين 5 قبل الفار، 3 بعد الفار. سموحة 1 قبل الفار، 3 بعد الفار. إنبي 2 قبل الفار، 2 بعد الفار. المصري 7 قبل الفار، 4 بعد الفار. الانتاج الحربي 3-4. المصري المقصة 8-4. الاتحاد 2-6. دي الاحصائيه بتاعت السنه اللي فاتت واللي بتقع في السنه. النسبه الاعلى بعد الفار. يعني مش كله، بس الفار والانديه الصغيره كمان.